ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو النهارده عن فينومينا اسمها الاندكتنس، شابتر جديد، شابتر 32. بس قبل ما ابدا حابب اقول حاجه. بس في الفيديو اللي فات انا اتكلمت عن ترانسفورمر وقلت ان هو مش منشند في الليكتشر، ولكن هو منشند في ليكتشر 33. يعني هو علينا بس لما ناخد الاي سي سيركتس في ليكتشر 33 اللي هي هتبقى بعد 2 فيديوز مثلا. حاجه كمان، انا قلت لما نعلي، لو عايزين نعلي الريزيستنس احنا لازم نكبر السلك. لا انا اتلخبطت، احنا لو عايزين نعلي الريزيستنس احنا اكيد لازم نصغر السلك، لان الريزيستنس از انفرسلي بروبورشنال تو ذا اريا. هنتكلم ان ديتيلز عن البروسيس دي في شابتر 33، فخلينا دلوقتي نخش في الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا هنتكلم النهارده عن اندكتنس شابتر 32 قبل اخر شابتر خالص. اندكتنس هيبقى متقسم على 2 فيديوز، اول فيديو اللي هو mainly lecture 1 وتاني فيديو اللي هو lecture 2 يعني بالسلايد بتاعت lecture. طيب what is inductance or what is self inductance? Self inductance is the effect of the circuit on itself to oppose the changing magnetic flux inside due to the current change. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السيركت لما يبقى فيها current change بتعمل magnetic flux. في حاجه، في component معين احنا بنحطه في السيركت، او حاجه معينه بنحطها في السيركت، او السيركت بتبقى اصلا عباره عن سولينويد مثلا، خلاص ده بيبقى ليه بروبرتي اسمها السيلف اندكتنس او الاندكتنس، اللي هي الحاجه اللي بتوبوز، اللي بتعاكس التغير ده، التشينجينج ماجنتيك فلوكس. طيب ابلاينج لينز رول، لو احنا الكلام ده بيقول لو احنا علينا الكرنت فالفلوكس هيزيد. دي حاجه احنا عارفينها من هنا اهو، ان حتى فاي از دايركتلي بروبورشنال تو اي. طيب يوزنج لينز رول، ده معناه ان هيحصل اوبوزنج ام اف. الاندكتنس هيعمل اوبوزنج ام اف، يعني ام اف في الاتجاه المعاكس. طيب decreasing current، لو قلنا current هيحصل decreasing flux using برضو lens rule، هيحصل parallel EMF. يعني EMF مع ال current، لو احنا عايزين نقلل ال current لا هو هيبقى عايز يزود ال current. طيب ايه كمان؟ ايه ال inductance بقى نفسه، او ايه ال L؟ ال L ده هو constant of inductance. ال inductance او اللي احنا عارفينه بقى لنا، اللي بنشرح فيه بقى لنا فيديوهات كتير قوي، ان الفلكس او الماجنتيك فلكس از دايركتلي بروبورشنال تو اي. يعني هتعلي الكرنت هتعلي الفلكس، الكرنت الفلكس. طيب ايه بقى الكونستنت اوف بروبورشناليتي ما بينهم؟ دلوقتي جه الوقت ان احنا نعرف ان هو ده الكابيتال ال اللي هي الاندكتنس، يعني فاي بي از ايكوال تو ال في اي. وريمبر الايكويشن دي كويس لانها هنستخدمها قدام شويه. طيب اليونت، اليونت بتاعت ال دي ايه؟ يونت ال دي عباره عن ايه؟ يونت ال دي حاجه اسمها الهنري، الهنري او حرف اتش كابيتال، ده اليونت بتاعت الاندكتنس. طيب يوزنج فاراديز لو، لو فاكرين فاراديز لو كان بيقول ايه؟ فاراديز لو كان بيقول ان انديوسد اي ام اف از ايكوال تو نيجاتيف عشان نزول دي فاي باي دي تي. وسبستيتيوتنج من الايكويشن اللي فوق دي هيبقى الاي ام اف نيجاتيف دي ال اي باي دي تي. وسنس ان ال اصلا كونستنت، ذيرفور نطلع بقى نديوز الايكويشن ان الاي ام اف از ايكوال تو نيجاتيف ال دي اي باي دي تي. يعني الانديوسد اي ام اف از دايركتلي بروبورشنال للريت اوف تشينج اوف الكرنت، والكونستنت اوف بروبورشناليتي هو نيجاتيف ال، والنيجاتيف دي ديو تو لينز رول. لو مش فاكرين لينز رول هو عباره عن ايه وبيتكلم عن ايه، جو تشيك ذا لاست فيديو، او يعني الفيديو اللي قبل اللي فات. خلاص طيب اندكتنس ان سولينويد، ده اصلا الدرس، لان احنا زي ما قلنا او يعني لسه هنقول اهو، ان الاندكتور كومبوننت اللي بيتحط في السيركت از مينلي سولينويد. يعني حتى ممكن يبقى سولينويد صغير قوي، بس هو اتس بيسيكلي سولينويد ميد وذ لايك سوبر كوندكتنج ماتيريالز، فما بيبقاش عنده ريزيستنس. الريزيستنس بيبقى اولموست زيرو، فاحنا مش بنكاونت فور ريزيستنس، هنتكلم عن ده في السيركت لما نيجي نتكلم عنها. طيب اندكتنس اوف سولينويد او اندكتنس في السولينويد نفسها، لو فاكرين الماجنتيك فيلد في السولينويد از ان في ميو نود اي على ال. ولو مش فاكرين دي جت منين، جو تشيك ات في الفيديو برضو اللي قبل اللي فات او اللي فات، ماشي. وكمان فاي ايكوال بي في ايه ده باي ديفينيشن، وفاي احنا لسه مطلعين انها ايكوال ال في اي دلوقتي. طيب احنا عايزين نسبستيتيوت في الايكويشن دي عشان نطلع ال ان تيرمز اوف حاجات تانية كتير. طيب في السولينويد بتاعنا فاي اللي هي ايكوال ال اي، بس خلينا نكتبها فاي الاول دلوقتي، از ايكوال تو بي في ايه، صح؟ طيب بي ده هو عباره عن ايه؟ بي از ايكوال تو ان ميو نود في اي على ال في ايه بقى؟
في A. Okay? Which is equal to LI. ده equal N mu node I على L في A. يعني لو خلينا I هنكنسل I من هنا مع I من هنا هيطلع لنا دون واحدة في غلطة. اوكي معلش احنا هنا بنضرب دي في ان عشان احنا في سولينويد. اوكي تذكر ان احنا هنا في سولينويد فدي ان بي اي. طيب يعني هنملتبلاي الكلام ده كمان في ان which is يبقى في ان هنا هنكنسل اي مع الاي زي ما عملنا ال هتطلع equal to ميو نود ممكن ماشي ميو نود ان سكويرد في اي اوفر ال وده ال inductance of a solenoid mu node n squared في a over l. طيب هنقول حته سريعه كده بسرعه ان احنا لو عندنا سيركت بالمنظر ده وده السويتش بتاعها يعني لو احنا فتحنا السيركت فجاه وهي فيها سولينويد ايه اللي هيحصل؟ هيحصل اول حاجه ان الكرنت دروبس كرنت هتقل هتوصل لزيرو احنا عايزين يعني الكرنت هتبقى عايزه توصل لزيرو كويكلي بسرعه عشان احنا فصلنا السيركت فايه اللي هيحصل؟ هيحصل هاي انديوسد بوتنشال انرجي لان احنا في الاخر قلنا مش فكره احنا بنقفل او بنفتح السيركت هو كده كده في الحالتين بيحصل تشينج ان ماجنتيك فلكس فهيحصل هاي انديوسد بوتنشال سوري مش بوتنشال انرجي بوتنشال ديفرنس بوتنشال ماشي بوتنشال ديفرنس. طب ما دام حصل هاي بوتنشال ديفرنس الاندكتور بقى بيعمل ايه او السولينويد هنا بياكت از سيلف بيأكت as self inductance أو بيأوبوز اللي بيحصل ده فهو نفسه أصلا لما بيطلع منه high potential difference بيقوم عامل spark زي ما احنا شايفين في الصورة هنا بيحصل spark في السيركت قبل ما كل الكهرباء اللي في السيركت تروح خلاص. طيب هنخش بقى في السيركتس السيركت شكلها عامل ازاي. احنا عندنا في الدرس ده 3 main circuits RL circuits اللي هي resistance inductance circuit وده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي او يعني circuit فيها resistor و inductor و RC sorry و LC circuits اللي هي فيها inductor و capacitor بس ده هيبقى الفيديو اللي جاي و RLC circuit اللي هي يعني كوكتيل كل الكومبوننت زي محطوطة في circuit واحد وده برضه هيبقى في الفيديو اللي جاي بقى احنا هنتكلم عن circuit واحدة بس دلوقتي اللي هي ال RL circuit. طيب ال RL circuit حاجة بتبقى بالمنظر ده هي فيها بطارية عادي وفيها ريزيستر وفيها اندكتر وريمبر الاندكتر بيبقى almost معمول من سوبر كوندكتور ماتيريال حاجة عندها ريزيستنس قليل قوي 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 فده معناه ان هي بيبقاش عندها الكتريك فيلد اصلا. طيب using Faraday's law ودي يعني حتة most of the physicists بيغلطوا فيها وهي مكتوبة حتى في اللكتشر غلط ان احنا بنيوز حاجة اسمها كيرشوفس لو. انا عارف ان احنا مخدناش كيرشوفس لو ولكن يعني هنجيب سيرته في حاجة كده النهاردة فكرته in general هو من الاخر بيعمل كأننا بنجيب الانتجرال الكلوز لوب انتجرال بتاع السيركت هنقول ده بيتعمل ازاي بس مش هنقول كيرشوف لو يعني. طيب using Faraday's law كيرشوف لو من الاخر بيقول ان closed integral بتاع السيركت is equal to zero يعني معناه ان اي current بتلف في السيركت في الاخر sum of the currents هي cancel out equal zero لكن هنا مش هينفع نستخدم كيرشوف لو لان احنا عندنا اصلا alternating current او عندنا current بتتغير او يعني عندنا في changing flux ففي حاجات بتطلع وتنزل فده معناه ان closed loop integral لو فاكرين احنا اصلا we mentioned this Faraday's law ان closed loop integral e dot ds is equal to negative d phi by dt صح؟ مش فاكرين الحتة دي؟ is equal to negative d phi by dt using الrule ده ساعتها احنا هنعرف نديوس ان ايكويشن ديفرنشال ايكويشن اكتشلي يعني ديفرنشال ايكويشن بعد كده هنطلع منها ازاي نجيب الكرنت اوف ان ار ال سيركت. طيب كيرشوف لو بيقول ايه او عموما مش كيرشوف لو يعني حاجه في السيركتس اتسلف ان احنا لازم اكاونت فور ذا دايركشن اوف ذا كرنت هنا واضح ان احنا بنمشي من بوزيتيف للنيجاتيف فالدايركشن اوف كرنت الناحيه دي. طيب الكلوز لوب انتجرال من الاخر ان احنا بنلف على اللوب كلها ونجيب ال potential difference او الفولتج في كل كومبوننت
خلاص. طيب اول حاجه، حاجتين لازم ناخد بالنا منهم، او يعني حاجه واحده مهمه. طول ما احنا ماشيين مع دايركشن الكرنت احنا بوزيتيف، واحنا ماشيين عكس دايركشن الكرنت احنا نيجاتيف. يعني لو احنا ماشيين ان ذيس دايركشن احنا بوزيتيف، او جيفن الكرنت ان ذات دايركشن، فلو احنا ماشيين كده احنا بوزيتيف، لو احنا ماشيين كده احنا نيجاتيف. وريمبر دي عشان دي مهمه، ودي اصلا از ذا بيسكس اوف كيرشوف لوب رول اللي احنا ما خدناهوش. ماشي. طيب احنا ماشيين ان ذا دايركشن اوف ذا كرنت، هنبدا من النقطه دي عشان نرجع لها في الاخر وننديوس ده كله عشان نجيب الايه الكلوزد لوب انتجرال. ده عارف ان اتس كونفيوزنج ابيت، بس يعني محتاجين نفهم الحته دي شويه. احنا في الاخر يعني لو ما فهمتوش بروف مش مشكله، كده كده الايكويشن هي اللي هنستخدمها. طيب احنا ماشيين لليمين، خلينا نجيب ماشي، احنا ماشيين لليمين. فبدل ما احنا ماشيين مع دايركشن الكرنت، الفولتج هنا كام؟ الفولتج هنا از اي ار، صح؟ اي ار ده فولتج الريزيستنس. طيب بعد كده ماشيين في الدايركشن ده، احنا قلنا من شويه ان الاندكتور از بيسكلي ميد اوف سوبر كوندكتور، او يعني از ذا ايديال اندكتور از ميد اوف سوبر كوندكتور، فهو ما بيبقاش عنده ريزيستنس، فما بيبقاش عنده اصلا بوتنشال ديفرنس which is زيرو. احنا مش عايزين في بوتنشال ديفرنس، هو بزيرو. طبعا احنا هنقفل السويتش عشان المعلومه دي برضه زيرو. طيب رحنا لفينا اب تو الباتري، دي بقى تيجي المشكله هنا. الباتري احنا لو خدنا بالنا احنا ماشيين فيها منين؟ من نيجاتيف للبوزيتيف. بس احنا اصلا متعودين ان دايما اي حاجه فيها باتري كونفنشن اللي بتمشي من بوزيتيف للنيجاتيف، ودي معلومه مهمه لازم تبقوا عارفينها، ان دايركشن البوتنشال ديفرنس او اكتشلي بقى هو الاي ام اف، وهو هنا بالنيجاتيف لان هو الاي ام اف بيتاخد من البطاريه يروح لباقي السيركت، فلازم الاي ام اف يبقى قد النيجاتيف كل البوتنشال ديفرنس اللي في السيركت. المهم يعني دايركشن الفلو اوف يعني مش فلو اوف كورنت، دايركشن الفولتج اتسلف في الباتري بيبقى العكس، بيبقى من البوزيتيف للنيجاتيف زي ما احنا متعودين، فالعكس فمقلوب جوه، which means ان احنا ماشيين في الدايركشن ده البتاعه دي نيجاتيف. طب اي ام اف الباتري اصلا كام؟ ابسلون عادي، ده احنا متعودين عليه، خلاص؟ ماينس ابسلون. يبقى من هنا احنا طلعنا بايكويجن بتقول ان اي ار ماينس ابسلون از ايكوال تو نيجاتيف دي فاي باي دي تي. عايزين نخلي ابسلون سبجكت، فهنودي ابسلون يمين ونجيب الدي فاي باي دي تي شمال. المهم يعني في الاخر هتطلع لنا ان ابسلون از ايكوال تو اي ار بلس دي فاي باي دي تي. ولو فاكرين فاي كانت ايكوال ال اي، واحنا عايزين كل ده نجيب الاندكتنس اساسا، فمن هنا هنطلع ان ابسلون از ايكوال تو اي ار بلس ال في دي اي باي دي تي. انا بعمل الستيب دي قبل كده، فمش هنقول دي اي باي دي تي دي جت منين، يعني احنا في الاخر عوضنا الفاي ب ال فاي. طيب وجبنا كده الايكويشن بتاعه السيركت الار ال سيركت كلها، اي حاجه ثانيه هنعملها هنعملها بالايكويشن دي. طيب الكلوز لوب انتجرال باي ذا واي، هنا بقى الفكره كلها ان احنا ايه المشكله ليه الناس دي معلومه برضو زياده، الناس ليه او الفيزيسيتس موست اوف الفيزيسيتس في الكتب كده ليه بيعتبروا دي يوزنج كيرشوف لو، لان احنا هنا لان احنا هنا في الايكويشن دي خلاص الكلوز لوب انتجرال بالمنظر ده، لو احنا دخلنا دي فاي باي دي تي جوه، يعني احنا عارفين ان ده ايكوال دي فاي باي دي تي ودخلناه جوه، هيبقى كل ده ايكوال زيرو، which is a misconception بس مش مشكله يعني ما لناش دعوه بيه دلوقتي. طيب احنا طلعنا ان ابسلون از ايكوال تو اي ار بس ال دي اي باي دي تي، حلو قوي. سولوشن الديفرنشال ايكويشن دي بيختلف من هل احنا بنشارج ولا من ديسشارج. طيب تشارجنج يعني ايه اصلا؟ تشارجنج ان احنا حاطين بطاريه في السيركت، يعني مين لي تشارجنج يعني ايه؟ باتري اوكيرز في بطاريه، لما باتري اوكيرز ابسلون بيبقى ليها فاليو في ابسلون. طب وات اف مفيش ابسلون؟ وات اف ابسلون دي بزيرو، مفيش اصلا فولتج، مفيش بطاريه، يعني مفيش بطاريه. طيب سولوشن الديفرنشال ايكويشن طبعا احنا مش هنطلعها، احنا هنقول السولوشن على طول، احنا مش مهتمين نطلعها ازاي، هنهتم في الماث بقى. سولوشن الديفرنشال ايكويشن بعد انتجريتنج السيركت كلها وخلينا السبجكت يعني اي وكل الكلام ده، طلع لنا ايكويشن خطيره جدا ان اي از ايكوال تو اي ماكسيمم، وباي ذا واي اي ماكسيمم في الاثنين از ايكوال تو يوزنج اومز لو is equal to epsilon over r where epsilon ده is the EMF. epsilon ده is the EMF of the battery.
اوفر ار اي ماكسيمم في 1 ماينس اي باور نيجاتيف تي اوفر تاو. طب تاو دي احنا شفناها فين قبل كده غير التورك؟ شفنا تاو دي قبل كده في حته، ولان تاو ده حاجه اسمها تايم كونستنت، لو فاكرين احنا اتكلمنا عنها في الار سي سيركتس التايم كونستنت، ولان التايم كونستنت بتاعنا ده هو ده التايم تيكن عشان نوصل ل 60 ل 63. يعني اراوند 63.2% اوف ذا ماكسيمم كارنت، عشان يعني ده التايم السيركت تيكس تو ريتش اراوند 0.63 اوف اي او 63.2% اوف اي ماكس. وير هنا ان التاو از ايكوال تو، لما حسبناها لان هنا التاو از ايكوال تو ال اوفر ار، ال اوفر ار ده تايم كونستنت، وريمبر ال اوفر ار ال اوفر ار عشان دي حاجه مهمه. طيب الكلام ده يعني ايه؟ الكلام ده خلينا بس نحط الايكويشنز المهمه في بوكسز عشان ما عنديش لغط. ماشي الكلام ده يعني، الكلام ده يعني لو احنا عندنا جراف هنا كارنت اجينست التايم، بنشوف مع التايم ايه اللي بيحصل. التايم زيرو، احنا باي ذا واي لو عوضنا في الايكويشن دي التايم 0 هنلاقي ان فعلا اي از ايكوال تو 0، ان 1 ماينس 1 هنلاقي اي از ايكوال تو 0. اي بتقعد تزيد 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 لحد ما تابروتش او توصل يعني ات انفينيتي لفاليو الاي ماكس، يعني هي بتقعد تطلع 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 بالمنظر ده. طيب الطلعه دي ات ديبندز اون ذا اندكتنس، يعني يعني احنا عندنا اندكتنس عالي قوي فالطلعه دي هتاخد وقت، هتاخد وقت كتير، هنقعد كتير قوي كده. ده لو ايه؟ ده لو عندنا هاي اندكتنس. طب لو لو اندكتنس هنلاقي ان الطلعه دي سهله قوي بتطلع فجاه. ده لو ايه؟ خلينا حتى نعملها بلون تاني. ده لو لو اندكتنس. طب وات اف زيرو اندكتنس، which is يعني حاجه يعني irrational بس مش مشكله. What if we have zero inductance؟ zero inductance هيبقى instantly current هتطلع لحد i maximum. ده لو ايه؟ لو ال ب zero which is يعني يعني basically impossible يعني، بس مش مشكله لو احنا حاطين inductor يبقى ملوش لازمه. طبعا by time لو احنا قعدنا صبرنا شويه i هتوصل i maximum، يعني i هتطلع لحد maximum peak اللي كانت المفروض توصل لها، ولكن يعني احنا عوضنا T هنا بإنفينيتي برقم كبير شوية نلاقي I فعلا it approaches I maximum ممكن توصل لها. طيب remember بس ان ده الجراف خلاص ملناش دعوة بباقي الجرافز. طيب خلينا نحطه حتى في بارت لوحده هنا عشان نتكلم على التايم كونستنت براحتنا. التايم كونستنت بقى ايه؟ التايم كونستنت احنا عندنا نفس الجراف ده بالظبط خلاص، ادي I وادي T وادي اي ماكسيمم خلاص اهو، احنا عند اي ماكسيمم وطالعين كده. التايم كونستنت هو هنا راوند هنا كده خلاص، اللي هنا نكون وصلنا ل 0.63 من اي ماكسيمم، ده التايم كونستنت. طيب ده لو احنا بنشارج، لو احنا بنديسشارج بيسكلي ديسشارجنج مينز ان احنا كاننا شلنا البطاريه، مفيش بقى خلاص احنا السيركت هي اللي بتطلع هي اللي بيتاخد منها كل حاجه. طب احنا شيلنا البطاريه ان ديس تشارجنج، ان ديس تشارجنج ال ار ال سيركت، احنا شيلنا البطاريه او عاملين مثلا سويتش بيوصل مره ببطاريه ويشيل مره ببطاريه، يعني تو واي سويتش او كده خلاص، يعني مثلا ريموفينج ذا باتري، ده بيتسبب في فينومينا ديس تشارجنج. In discharging مفيش حاجة اسمها EMF بقى خلاص، احنا شلنا البطري EMF بزيرو، يبقى using برضو الإيكويجن اللي احنا طلعناها، using الإيكويجن اللي احنا طلعناها خلاص، هنلاقي هنا إن epsilon is equal to IR plus LDI by DT، والepsilon هنا بزيرو which means إن احنا هيطلع لنا من الآخر IR plus LDI by DT is equal to zero. Solving the differential equation دي برضو ودي حاجة احنا مش هنعملها لان مش concerned بيها دلوقتي، هنطلع ان i as a function of time، طبعا التانية برضو كنت i as a function of time is equal to i maximum خلاص في e power negative t over tau او i is equal to epsilon over r. برضو هنا يعني دي ممكن نقول انها
is epsilon عشان تبان شوية is epsilon over r ماشي epsilon over r في e power negative t over tau وان برضو tau زي ما هي l over r ما اتغيرتش بس tau هنا العكس بقى tau احنا مش بنزيد احنا بنقل ف tau is the time taken عشان نقل 63% ندروب 63% من الماكسيمم يعني عندنا جراف من المنظر ده time against current current against the time احنا هنا عند i maximum بعد ما وصلنا له هناك خلاص احنا هنا عند i maximum بنقوم نازلين 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 in exponential decay 4 هنا طبعا ده epsilon over r اللي هي i maximum خلاص هننزل لحد ما نوصل ان احنا هندروب around 63% يعني هنبقى عند حوالي 37% وان ده هنا التاو اللي احنا هنبقى هنا around 0.37 of the i maximum يعني we dropped. طيب اخر حاجه هنتكلم عنها عشان ما نبقاش احنا يعني almost طولنا في الفيديو بس احنا عايزين نلم الدنيا شويه في الفيديو ده اخر حاجه هنتكلم عنها هي الانرجي stored in an inductor او في السيركت itself او دي قبل اخر حاجه بعد كده هنتكلم عن حاجه فينومينا سريع كده interesting شويه الانرجي لو فاكرين هنجيبها هنا بالباور عشان هنا الباور هي اللي كونستنت along السيركت كلها ان الباور في الباتري هي sum of power بتاع كل حاجه في السيركت الباور في الباتري هي الباور ديسيبيتد او يعني كونسيومد في الريزيستر وهي الباور اللي بياخدها الاندكتر وريمبر باور از ايكوال تو اي في في او اي في بوتنشال ديفرنس او اي سكويرد في ار او في سكويرد اوفر ار طيب من هنا هنعرف ان احنا ابسلون يا جماعه ريمبر ابسلون از ا بوتنشال ديفرنس محدش يتلخبط فمن هنا هنلاقي ان احنا عندنا ايه اي في ابسلون ده الباتري ده الباور بتاع الباتري از ايكوال تو اي في في ار VR دي الفولتج اكروس ذا ريزيستر بلس I في VL الفولتج اكروس ذا اندكتور which means ان I epsilon is equal to I squared R plus I L DI by DT يو differential equation تاني يعني هو mainly اصلا درس الاندكتنس كله differential equation و a lot of the circuits اصلا differential equation ماشي solving the differential equation احنا برضو مش هنعمله هيجيب لنا ان في الاخر الانرجي في السيركت احنا باي ذا واي هن differentiate power في time سوري هن integrate power في time يعني احنا هن integrate الناحيه الشمال من respect يعني هنودي ما علينا احنا في الاخر energy is power في time فاحنا هن integrate power في time يو هتطلع لنا is equal to half وريمبر دي عشان برضو equation مهمه half l في i squared نعم ازاي by solving the differential equation احنا ازاي من نجد طيب. الانرجي دنسيتي لو فاكرين اتكلمنا عنها في الالكتريسيتي انرجي دنسيتي از ذا انرجي بير فوليوم او بير يونت فوليوم في الحاله دي هي هاف ال اي سكويرد اوفر في طب ال كانت بكام احنا زي ما احنا هاف ال بكام ال لو فاكرين هي ميو نود ان سكويرد اوفر ال في مين في الاريا طب احنا عايزين نخلي فيه فوليوم في الايكويشن دي فهنضرب في ال فوق وتحت فيبقى عندنا هنا ال وتش دي هيبقى فوليوم ويبقى عندنا هنا ال سكويرد ان سكويرد اوفر ال سكويرد ودي برضو حاجه مهمه تبقوا عارفينها ان في الاخر ده برضو one of the forms of the inductance ان دي ان سكويرد ولو فاكرين ان سكويرد دي هي number of turns per unit length في v اللي هي الفوليوم الكلام ده كله تايمز B I بقى من امبيرز لو العادي او من الـ يعني الماجنتيك فلوكس دنسيتي سوري ماجنتيك فلوكس دنسيتي في السولينويد از بي اوميجا سوري از بي ميو نود فان ماشي كل ده سكويرد طلعناه زي ما احنا اي سكويرد كل ده اوفر الفول هنلاقينا عملنا ايه كانسلنج اوت الفوليوم من فوق لتحت والان سكويرد هنا مع ان سكويرد هنا والابسلون مع ابسلون سكويرد المهم هيطلع لنا في الاخر الفاينل انسر از هاف بي سكويرد اوفر ميو نود بس طيب لو فاكرين الانرجي دنسيتي في الالكتريسيتي از هاف ابسلون نود في اي سكويرد هنا هاف بي سكويرد بس على ميو نود سكويرد
يعني خلينا نكتبهم جنب بعض هنا يو سمول بي از ايكوال تو هاف بي سكويرد اوفر ميو نود. طيب اخر حاجه هنتكلم عنها في فيديو النهارده وهي حاجه اسمها ميوتشوال اندكتنس. ميوتشوال اندكتنس دي از يوزد في ابلكيشن الوايرلس تشارجنج. يعني most of us we encountered حاجة بتuse wireless charging من موبايلات، أجهزة، أي حاجة that uses wireless charging. They use it in charging smartwatches, mobile phones، يعني حاجة كثيرة. طيب wireless charging itself لو فكرنا فيها شوية بعد ما خدنا فرادايز لو هنحاول نريليت شوية إنها related to فرادايز لو. حاجة هي علاقة بمجال الاندكشن، ما مش معقول حاجتين مش لمسين بعض، شوية بينهم contact وهما الاتنين بيطلعوا كهرباء، لازم يبقى فيه اندكشن. طيب ان مور ديتيلز بقى وات از ميوتشوال اندكتنس، هي دي اللي هتوصلنا لوات از وايرلس تشارج. وات از ميوتشوال اندكتنس؟ هي فور تو ادجيسنت كويلز، يعني معناها اتنين كويلز ادجيسنت، اتنين كويلز جوه بعض، كويل جوه الثانيه وهنعرف شكلهم عامل ازاي بعد شويه، كويل جوه الثانيه. ماجنتيك فلكس ثرو ذا سكند كويل ديبندز اون ذا تايم تشينجينج كارنت ان ذا فيرست كويل. يعني لو عندنا فيرست كويل كبيره حواليها كويل ثانيه صغيره، الفيرست كويل الكبيره دي فيها كارنت تشينجينج فبتطلع ماجنتيك فلكس. التشينج ان ماجنتيك فلكس في الكويل الثانيه ديبندز اون، معتمد على، وده بديهي جدا، معتمد على الكارنت تشينجينج كارنت في الكويل الاولاني. يعني الانديوست اي ام اف، من هنا برضو نعرف ان الانديوست اي ام اف از دايركتلي بروبورشنال تو ذا ريت اوف تشينج اوف ذا كارنت. مش كده كده الماجنتيك فلكس از دايركت، او الماجنتيك فلكس او الريت اوف تشينج اوف ماجنتيك فلكس هو الابسلون الانديوست ام اف. ماشي، انديوست ام اف از دايركتلي بروبورشنال تو دي اي باي دي تي. ايه بقى كونسيبت بروبورشناليتي؟ حاجه اسمها الام الميوتشوال اندكتنس، يعني احنا بن انتروديوس فاريبلز كتير جديده بس بير وذ مي. حاجه اسمها الام الميوتشوال اندكتنس وير ان ابسلون تو الانديوست بوتنشال، سوري انديوست اي ام اف في الكويل الثانيه is equal to negative M1 on 2 inductance 1 on 2 او mutual inductance 1 on 2 DI1 by DT. ايه بقى 1 و 2 والكلام ده؟ ده بيقول ان ال induced EMF في الكويل الثاني is equal to constant اسمه ال inductance on circuit 1 ل circuit 2 او coil 1 ل coil 2 مضروب في ال rate of change of ال current في كويل 1، وده اللي احنا قلناه فوق بالبق كده ودلوقتي بنقوله بالايكويشن. طب الاندكتنس دي از ايكوال كام، او ام دي از ايكوال كام؟ ام دي لقوها خلاص ايكوال تو ان 2. ناخد بالنا بقى هنقول الحروف دي، هنقول الارقام دي ليه؟ في فاي 1 اون 2 اي 1. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الميوتشوال اندكتنس اوف 1 اون 2 is equal to the number of turns of coil 2 مضروب في الماجنتيك فلكس on coil من coil 1 لcoil 2 على current coil 1. طبعا يعني الارقام دي بتلخبط جدا، ولكن حاولوا ان انتوا ايه تربطوها ببعض باي pattern. يعني من هنا ويوزنج برضو by the way fact ان mutuality او mutual inductance من circuit 1 على 2 ومن سيركت 2 على 1 هم نفس الرقم هم نفس الحاجه، فاهم؟ من الاخر هنسميها ام، عشان هو ننتهي بنفسنا ونقول ام 1 على 2 ام 2 على، لا هي ام، هي نفس الام، بس احنا عارفين في الاخر احنا عايزين سيركت مين او كويل مين وكويل مين. طيب من هنا طلعنا بديدكشن لذيذ ان احنا لو عايزين الانديوست اي ام اف في سيركت 1 ده هيبقى ايكوال تو نيجاتيف ام اندكتنس، هي بالظبط دي اي 2 بقى، احنا ايه متمنين على اي 2 على دي على دي تي. وبرده لو عايزين انديوس دي ام اف في السيركت 2 او في كويل 2 ده هيبقى ايكوال تو نيجاتيف ام برده، بس دي اي مين بقى؟ دي اي 1 في دي تي. طيب الوايرلس تشارجنج، ايه الوايرلس تشارجنج؟ الوايرلس تشارجنج خلينا نزوم ان في الصوره دي شويه، الصوره دي في الليكتشر، في صورتين تانيين برده ديمونستريتنج اكتر في الليكتشر. فكره الوايرلس تشارجنج ان انت بتركب تو كويلز على بعض. ازاي؟ ملناش دعوه بقى ميكانيكلي او كديزاين وايز ده بيحصل ازاي، دي مش قصتنا دلوقتي، ولكن احنا قصتنا ان بيزك ليفل خالص البيزك ابلكيشن بتاعها ان احنا بنحط تو كويلز على بعض، حاجه اسمها الهاندل كويل وده بيبقى من فوق من بره، وحاجه اسمها البيز كويل. البيز كويل باين من اسمه ان هو ده البيز، وهما الاثنين طبعا بيبقوا ايديال سولينويد بقى، يعني از ايديال از بوسيبل افيشنت عشان كل الايكويشن دي تطبق. طيب
كويل 1 اللي هو ان بي ده ليه نمبر اوف تيرنز بي نمبر، يعني ان بي خلاص ده نمبر اوف تيرنز اوف كويل بي اللي هو البيس كويل، وان اتش ده نمبر اوف كويل اوف الهاندل سوري نمبر اوف تيرنز اوف الهاندل كويل. طيب وطبعا ايه ال ده سيبريشن بتاع ما علينا، طيب بتاع كويل البيس كويل. طيب ريمبر برضو البي بقى الماجنتيك فلوكس هنا معتمد على البيس كويل، البيس كويل اصلا هو اللي بيطلع هو اللي فيه كهرباء ماشيه خلاص وبينديوس بعد كده كارنت في الهاندل كويل. فالماجنتيك فلوكس في البيس كويل هو ميو نود ان بي نمبر اوف تيرنز اوف بي على ال في اي. تمام يعني ام لو عايزين نجيب ميوتشوال اندكتنس هنا لو فاكرين من فوق احنا كاتبين ان ام از ايكوال تو ان في فاي على اي، بس ان مين بقى؟ ان مين؟ ان 2 الكويل الثاني، الكويل الثاني اللي هاندل كويل اللي بيركب اللي هو الهاندل كويل. طيب وبي مين؟ بي اللي عاملها الاولاني يعني على الثاني اللي هو منطقي عاملها البيز لان اللي فيه كهرباء هو البيز، فالبيز على الهاندل يعني فاي بي اتش. طب اي هو كارنت واحد بس اللي ماشي في البيز اللي هو اي بي يعني، بس هو نفس الكارنت في الاخر مش تفرق، هو نفس الكارنت واحد بس اللي ماشي في السيركت. من هنا هنطلع ان ان اتش كده كده الفاي از ايكوال تو بي في ايه على طول. طب فاي مين؟ فاي بي على اتش يعني الفاي بتاع بي يعني البي بتاع بي اللي هو البيس كويل اللي هو ما عندناش غيره اصلا خلاص بي في ايه على اي. طب بي دي مين؟ مش احنا مش قايلين ان بي دي هي ميو نود ان بي على ال في اي؟ هنسبستيوت نفس الكلام هيطلع لنا هنا ميو نود في ان بي في ان اتش ان بي في ان اتش على ال خلاص في الاريا، والاريا دي برضو is dependent يعني دي الكروس سكشن الاريا نفسه بتاع السولينويد dependent on الريديس بتاعه. طيب ده بقى اللي بيخلي فيه حاجه اسمها وايرلس تشارجنج، احنا عندنا تو كويلز بيركبوا على بعض الهاندل كويل والبيس كويل بيركبوا على بعض ازاي كان ريل لايف ابلكيشنز مش موضوعنا خالص خلاص. هما اتنين الهاندل بيركب على البيز، فالبيز لما بيطلع كارنت لما بينديوس لما بيعمل ماجنتيك فلوكس يعني لما بيبقى فيه الترنيتنج كارنت بيعمل الترنيتنج ماجنتيك فلوكس، فده بينديوس كارنت في الكويل الثاني. لو فاكرين احنا في اول فيديو في الماجنتيك في الالكترومغنتيك اندكشن جبنا في تاني صوره على اليمين او تاني رسمه على اليمين اتنين كويلز جنب بعض، كويل بيطلع كهرباء والكويل الثاني او سوري كويل بيطلع ماجنتيك فيلد والكويل الثاني بيخش فيه كارنت او بيبقى انديوسد فيه كارنت for an instance اول ما الكويل الثاني الكهرباء فيه بتفتح. ده بالظبط دايركت ابلكيشن بس with a lot of details with variables جديده. احنا كده خلصنا الفيديو ده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. انا اسف ان انا اتاخرت في الفيديوهات ولكن يعني this is all I can do. الفيديو الجاي ان شاء الله هنكمل فيه درس الاندكتنس. اسف تاني لو طولت عليكم ولكن احنا عايزين بقى نلم كل حاجه دلوقتي باسرع ما يمكن يعني. لو حد عنده أي أسئلة you can Instagram DM me، هسيب اللينك في الديسكريبشن and you can leave a comment. Thank you for watching.